حاجة الأولى نباركوا لزين الدين بالعيد الدعوة هذه، يعني إنسان ناس ملاح ويستاهل. وش راح نقول لك، احنا اون بروفي في الشان هذه بلي اللاعب المحلي يقدر يحتك بالمستوى العالي كي يكون الامكانيات. يعني ان شاء الله نشوفوا لاعبين اخرين ان شاء الله من البطوله ديالنا في المنتخب الاول ان شاء الله. الحمد لله، يعني انا توجور نخدم ونزيد نسي نطلع من المستوى ديالي ان شاء الله. بوركوبا ان شاء الله تجيني او بلوطا ان شاء الله.